الأسئلة اللي جت على الفيسبوك، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته، نسألك نصرا عزيزا وفتحا مبينا وعزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا كل الفتن والآفات، وأن تقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أستودعكم عناية الرحمن، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.